بناء على ما طرح وعرض في مجلس محافظة نينوى جلسة 72 و73، تقرر الاجتماع مع الدوائر المعنية بتحديث وتوسيع التصميم الأساسي لمدينة الموصل، حيث أن هذا التوسيع قد تم آخر مرة في عام 73، وانتهت صلاحية هذا التصميم الأساسي في عام 2000. ومنذ عام 2000 وإلى هذا اليوم، الحقيقة البناء وعملية الإعمار تسري بدون تخطيط وبدون عملية تخطيطية، وإنما هي اجتهاد. لذلك لا يمكن الاستمرار بهذا العمل العشوائي دون وضع خارطة تخطيطية لمدينة الموصل تعتمد على تصميم أساسي لعملية البناء والإعمار والخدمات ومد الشبكات، سواء كانت للماء أو المجاري أو الكهرباء. ونأمل في المرحلة المقبلة أن يشهد الموضوع التخطيطي لمدينة الموصل ولادة تصميم أساسي جديد محدث في داخل المدينة، وموسع لسبعة كيلومتر بقطر 7 كيلومتر دائرة المدينة. كذلك تم مناقشة موضوع المباني الحكومية التي شيدها، أو المباني التي شيدت على أراضي حكومية من قبل تنظيم داعش الإرهابي، وقانونية هذه الأراضي. وحقيقة كان هنالك دراسة قدمت بأن تعود كل مبنى إلى أصل الأرض التي شيدت عليها. ومن المواضيع التي أيضا طرحت موضوع إمكانية تخفيض الإيجارات عن المساطحات وأموال وعقارات الدولة أثناء سيطرة تنظيم داعش على المدينة، وخصوصا أن أغلب هذه العقارات وهذه الأملاك لم تعمل بصورة صحيحة في فترة تنظيم داعش. كذلك تم مناقشة الوضع الخدمي لمدينة الموصل من حيث تقديم الخدمات البلدية وكذلك الخدمات الأساسية الأخرى. تم اليوم عقد اجتماع برئاسة الأستاذ المهندس عبد الرحمن الوقاع، رئيس لجنة الإعمار والخدمات في محافظة نينوى، وبمشاركة الدوائر المعنية بهذا الموضوع، مديرية التخطيط العمراني في محافظة نينوى، ومديرية بلدية الموصل، ومديرية البلديات، لمناقشة الآلية والخطة الطريق التي يجب اتباعها والعمل عليها لغرض التهيئة لهذا المشروع بالإمكانيات المتوفرة، وما هي السلبيات والأمور التي تنطوي عليها هذا المشروع، وما الآثار التي تسبب بها تأخير تنفيذ هذا المشروع، حيث لا يخفى على الجميع أن هذا المشروع من أهم المشروع والأولويات التي يجب العمل بها في الفترة الحالية بعد تحرير مدينة الموصل لإزالة الآثار السلبية التي نتجت عن هذا الموضوع وسيطرة داعش، ولحاجة المدينة لهذا المشروع لتخصيص الأراضي للمشاريع ودعم كافة قطاعات الدولة من قطاع الاستثمار وبقية الدوائر الأخرى، وتنفيذ وتمكين الدوائر الخدمية من تأدية مهامها على الوجه الصحيح. تم حضور اجتماع مع السيد عضو مجلس محافظة نينوى السيد عبد الرحمن الوقاع بخصوص مناقشة توسيع وتحديث التصميم الأساسي لمدينة الموصل، وتم مناقشة كل الآلية والمقترحات بخصوص الموضوع، حيث يتطلب الأمر قرار من مجلس محافظة نينوى بتمويل المشروع وتنفيذه إما من قبل شركات مختصة بالموضوع أو من قبل الدوائر المعنية اللي هي دوائر التخطيط العمراني وبلدية الموصل وحسب الإمكانيات المتاحة. وتم مناقشة عدة نقاط من الموضوع، وتم أخذها من نظر الاعتبار من قبل السيد عضو مجلس المحافظة، وكذلك تم مناقشة مشاريع الاستثمار المتلكئة والمشاريع المقترحة للاستثمار لعام 2018 مع السيد عضو المجلس، وتم وضع آلية واعتماد اجتماع دوري للجنة المكلفة بالموضوع، وسيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة إن شاء الله، وستطرح في حينه إن شاء الله. يعني تم إعداد مقترحات بالموضوع.